مروان البكري، خالد بدرة، علي بن ناجي، حكيم الويرة، الهادي بن رخيصة، حكيم الويرة، حكيم الويرة، الهادي بن رخيصة، الهادي بن رخيصة، توزيع وممتازة، حكيم الويرة ممتازة، والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي عن طريق حكيم الويرة. كما قلت الترجي الرياضي التونسي يريد استغلال النقص العددي، وبصراحة عندما قلت ممتازة لأنه العمل كان مدروس. حكيم الويرة توزيعة أرضية، نعود نشاهدوها مع بعضنا. باهي ياسر، والصفر للترجي الرياضي التونسي، 5 دقائق قبل نهاية المباراة.